مشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في موجز أنباء جامعة المنصورة، وإليكم أبرز العناوين. وزير التعليم العالي يكرم الطالبة سهيلة حامد من ذوي القدرات الخاصة الحاصلة على المركز الأول بكلية الآداب جامعة المنصورة. خلال مجلس الجامعة تفعيل نادي جامعة المنصورة الرياضي كأول ناد رياضي بالجامعات المصرية. رئيس جامعة المنصورة يشهد مبادرة كراتين الخير لأسرة طلاب من أجل مصر. رئيس جامعة المنصورة يشارك بندوة مفتي الديار المصرية في رحاب جامعة المنصورة الجديدة. مركز السكتات الدماغية بجامعة المنصورة يحصل على اعتماد المنظمة العالمية للسكتات الدماغية WSO. افتتاح الدورة الرمضانية الأولى للجامعات المطلة على الساحل بجامعة المنصورة تحت شعار دورة الصداقة. رئيس جامعة المنصورة يشارك أبناء الجامعة من ذوي الهمم إفطار رمضان. جامعة المنصورة تحتفل بعيد الأم وتكرم 36 أماً مثالية. فوز مدرس بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة بالمركز الأول في مسابقة تصوير أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لعام 2024. رئيس جامعة المنصورة ومحافظ الدقهلية يدشنان البرنامج التدريبي لتأهيل الأطباء لتولي المناصب القيادية والإدارية بالمستشفيات والإدارات الصحية. عبد الوهاب وشقير عضوان بتشكيل الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية. جامعة المنصورة تحصد عدد من المراكز المتقدمة على مستوى الجامعات المصرية بتصنيف سيماجو 2024. رئيس جامعة المنصورة يكرم أبناء الجامعة من ذوي الهمم الفائزين بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية في مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار. رئيس جامعة المنصورة يكرم شهداء الجيش والشرطة والجيش الأبيض بندوة الهوية حكاية وطن. فريق طلابي بجامعة المنصورة يحصد المراكز الأولى في المرحلة الإقليمية بمسابقة واوي ICT Competition ويتأهل للمنافسة العالمية. رئيس جامعة المنصورة يفتتح السوق الخيري 6 الستات المصرية. وزير التعليم العالي والثقافة والابتكار المجري يشهدان توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة المنصورة وجامعة ديبريتسن المجرية. بحضور مفتي الديار المصرية، جامعة المنصورة تناقش المستجدات القانونية والشرعية في مجال نقل وزراعة الأعضاء البشرية. السفير الياباني في رحاب جامعة المنصورة لبحث سبل التعاون الأكاديمي والبحثي. مشاهدينا، كان هذا موجز أخبار جامعة المنصورة. كانت معكم هاجر إسماعيل، وإلى لقاء آخر.